السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل organization chart في الباوربوينت، ونفس الخطوات دي بالملي هي اللي موجودة في الوورد، وهي اللي موجودة في الاكسل، وهي اللي موجودة في كل برامج المايكروسوفت. طيب دلوقتي ممكن مثلا تيجي هنا من قائمة insert وتقول له smart art، وهتلاقي هنا hierarchy، فتبدأ تختار شكل المشكل دوت. ده انت مجرد بس هتكتب الاسم هنا، ممكن مثلا تكتب الاسم وتحط صورة، هنا تكتب الاسم والوظيفة وهكذا، فتقدر تختارها بالشكل دوت، وتقدر تغير الاشكال اللي انت شفتها من شويه من هنا بعد حتى ما تكتب كل اللي انت عايزه. وتقدر تختار مثلا لو انت عايزها بالثري دي بالشكل دوت، عايزها بالشكل دوت، هتلاقي مجموعه كبيره من الاشكال اللي تقدر تختار منها الحاجه المناسبه ليك. وتقدر تختار برضو الالوان، طبعا الناس اللي عامله الالوان هنا متخصصين جدا، فجيب لك الوان متناسقه مع بعض. طيب هتيجي مثلا هنا وتقول له مثلا عمر سليم، تمام. طيب هتيجي بقى هنا وتبدأ تكتب بقى اللي انت عايزه، مثلا بيم مانجر، تمام. وتيجي هنا مثلا تكتب مثلا حسن، وتكتب مثلا بيم كوردينيتور، بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اضيف حاجة للشكل دوت، يعني انت عايز تضيف او تطرح اي حاجة من الحاجات دي، تقدر تتحكم فيها ازاي؟ ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف شيب قبل او بعد افتر مثلا بالشكل دوت، او بيفور، او اب، او داون، او شكل تحتية، شكل فوقي، براحتك خالص. تقدر تعدل الاشكال زي ما انت عايز، وتقدر اي شكل فيهم مثلا لو ما عجبكش تقدر تشيله، او تقدر تعدل فيه. هنا دي لي اوت ستاندرد بالشكل دوت، ممكن تخليه بوز لي اوت، تمام. تقدر تعدل فيه هنا برضو، غير رايت تو ليفت او ليفت تو رايت زي ما انت عايز. وتقدر تضيف البان ديت اللي انت تكتب الاسم هنا يتغير على طول، يسهل عليك زي ما انت عايز، علي مثلا بالشكل دوت، وهنا مثلا اكس مثلا من الناس. وتقدر مثلا لو انت عايز تحول الهيراركي دي مثلا للشكل، ممكن تحول كلهم لتكست او لشيبس، فشيب هتبقى تقدر تحرك كل واحد فيهم كده لوحديها مش منفصلين. انا صراحة ما بفضلش كده، انا افضل ان انت تكمل شغلك عليها زي ما انت شغال.